عميد لاعب العالم ومدرب بتروجيت، نقول بقى السابق كابتن احمد حسن. ازيك كابتن احمد؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله يعني كله تمام والله الحمد لله. كابتن، يعني حقيقه هذا الخبر مظبوط؟ طبعا حقيقه هذا الخبر مظبوط. يمكن انا جيت قلت بعد مباراه المقاولين ان انا مش مستمر، ده انا اعلنته للعيبه في اوضه اللبس وللمشرف العام الفني الاستاذ محمود اباظه. انا اعلنت ان انا بعد مباراه المقاولين، يعني في حاجات كده بتصاحبها التوفيق وعدم التوفيق، بيبقى في حاجات كده هي اعتاب. فانا اعلنت طبعا، فالناس يمكن كل التقدير والاحترام ليهم، لان انا بيربطني علاقه احترام وتقدير من الناس. الناس لم يقصروا في اي شيء، يعني نظرا للظروف المتاحه، لان احنا يمكن عملنا فرقه ببلاش، احنا عملنا فرقه بتجد ببلاش. لما تيجي تقيس بتجد هتلاقي ان احنا عملنا فرقه، في فرقه مميزه وفي فرقه محترمه. اي مدير فني هيجي جديد اعتقد ان هو هيجني الثمار، ولكن ممكن هياخد وقت شويه، لان الفرقه دي محتاجه شويه تجانس، محتاجه شويه اكتساب خبرات الدوري الممتاز، لان احنا اغلبيه اللعيبه اللي جت لبتروجيت، لان انا لما جيت متاخر، فاغلبيتها كلها لعيبه درجه ثانيه، انما لعيبه مميزه. ففي حاجات زي ما بقول لك كده بتبقى دام وعتاب. هو الموضوع مش جاي خالص، احنا الحمد لله يمكن احنا بنأدي بشكل كويس جدا، مجموعه لعيبه بتأدي بشكل كويس، بنعمل كل حاجه، ولكن التوفيق من عدمه ده. كابتن احمد، بمنتهى الصراحه، يمكن انت بعد مباراه المقاولين قلت ان انا مش بتستسلم بسهوله، انا شايف ان الحظ والتوفيق مش ماشي معايا، ولكن انا مكمل ومتمسك ان انا اكمل، ولكن مطلق الحريه لمجلس الاداره ان هو يختار مدير فني جديد، لان ده هي دي لغه كره القدم والمدربين والمدرب في النهايه. يعني انا عايز اكملك بس السؤال في النهايه، المدرب يعني النهارده هنا، بكره في حته ثانيه، بعده في حته ثالثه، لكن هنا السؤال، هل انت حزنت؟ اصل انت رحت عمره ورجعت مع الفرقه، وحزنت ليه مثلا تسرب خبر ان في كلام مع مدرب اخر؟ حزنت وتقدمت استقالتك؟ بص هقول لك على حاجه. فضل. طبعا في الاول وفي الاخر يمكن انا احترمت وجهه نظر الناس، الناس لما اتكلموا معايا قالوا طبعا كان الوقت صعب، وعشان كده ما كانش ينفع ان انا اسيب الفريق تاني يوم على طول، وكان عندنا رحله للسعوديه، وبالتالي كان اتفق ان انا لازم اكون متواجد لحين زي ما انا قلت كده ان انا بطلت القرار لمجلس الاداره. انا والله يعني خليني اقول لك، انا ما اعرفش مين اللي جاي، يعني ما اعرفش النادي بيتفاوض مع مين ومين المدرب اللي جاي، ايا كان اسمه كل التوفيق لي طبعا، لان اي حاجه هو يحتاجها مني بعد، وانا باكد له تاني ان بتروجيت فرقه محترمه، هتبقى فرقه محترمه، لان لسه هو ينقصهم بس اخبارات شويه، ينقصهم التجانس شويه، انما في فرقه مميزه هيجني ثمار كويسه. انما طبعا في تفاوض، انا عارف ان في تفاوض طبعا، وانا سبت القرار لمجلس الاداره ان هو يتفاوض، لكن بيني وبينك يعني الافضل ان انا اتخذت القرار، وانا حتى لما سبت القرار لمجلس الاداره هنا، حتى مجلس الاداره ما طلعش صرح باي شيء، انما انا حسيت اني ممكن يكون وارد ان ممكن يبقى في تغيير، فمن الافضل لا ان انا اسيب القرار للناس تاخده على ارتياحيه. لما تم الاتفاق ان انا لازم يبقى يعني انا يعني الناس لسه ما خدوش قرار، فبالتالي ما كانش ينفع ان انا اسيب، ما ينفع ان انا زي ما انت قلت قبل كده هروب، لان انا ما اتعودش ان انا هرب. يعني في النهايه حضرتك انت بتحترم نفسك وبتحترم الناس، وطالما حسيت ان في تفاوض، وانا انت كنت عرضت قبل كده ان يعني ده دي وجهه نظرهم وتحت امرهم، بس ما ينفعش يكون في تفاوض مع مدربين وحضرتك موجود. يا خالد بص، الكوره انت عارف يا خالد، الكوره كل يوم ليها متغيرات وشكل مختلف. صحيح. النهارده انا في اي حال من الاحوال انا لسه بدأ الطريق بتاعي، ما عنديش مشكله، لازم هيحصل عطارد زي ما حصل عطارد معايا وانا لعيب كوره. انا قبل كده رحت العب كوره قبل كده، في مدرب ما اقتنعش بيا ومشاني، يعني هو انت فاهمني؟ نفس الحكايه النهارده، انا مش هكون افضل من الكابتن حسن شحاته، ولا افضل من الكابتن حسام البدري، ولا افضل من محمد يوسف، الناس اللي بقى لهم سنين شغالين. ده وارد في كره القدم، من التوفيق وعدم التوفيق، ان النهارده انت ممكن يكون ليك بعض التعثرات، بكره ان شاء الله هتبقى افضل، لان كمان المدرب غير العيب، العيب بيبقى عنده مسؤوليه نفسه كمدرب. احمد انت احمد شخصيه يعني برضو تدرس في علم النفس، يعني انت راجل طموحك لا يتوقف، يعني انت راجل
ولد على ست بنات، بدأت حياتك صغير جدا، قدرت توصل لأعلى الأماكن من خلال احترافك ومن خلال لعبك لأكبر الأندية في مصر زي الزمالك والأهلي والإسماعيلي، وأيضا من خلال طموحك لا يتوقف عندك، كنت عندك رغبة في العودة للملاعب مرة أخرى. وانت لاعب كابتن أحمد، حتى لو حصلت لك عثرات، ولكن اللاعب ما يقدرش يتم بيعه أو الاستغناء عنه بسهولة، فممكن ترجع في الملعب مرة أخرى. بتشوف إن آفة الكرة المصرية هي تغيير المدربين؟ بنتكلم على 8 مدربين بعد 7 أسابيع يا كابتن أحمد. تغيير المدربين من حيث الاستقالة أو الإقالة أو الهروب، ده غلط في عالم كرة القدم؟ بص يا كابتن خالد، هقول لك على حاجة. هو طبعا إحنا في منظومة مع كل أسف طبعا هي فيها خلل كبير. النهاردة زي ما أنت قلت، أنا الحمد لله عندي إرادة وعندي عزيمة وعندي كل الكلام ده كله، كل ده كويس، ومع ذلك قابلت عثرات كتير وتحديتها وعديتها وانتصرت في النهاية، لأن في وقت أنت بتقع، في وقت أنت بتتقدم، وفي وقت أنت بتفوق، في وقت أنت بيبقى ليك عقبات وظروف صعبة. ولكن اللعيب زي ما أنت قلت، اللعيب بيختلف عن النادي. اللعيب هو النادي مش هيقدر يمشي لعيب، مش هيقدر النهاردة يجي يقول للعيب مثلا شكرا لأن هو متعاقد معاه. إنما هي المشكلة كلها ان احنا عندنا، يعني انا من ضمن مثلا لما جاء ماتش في سموحه ومحمد يوسف تم اقالته في بعد المباراه بتاعتنا او بعد مباراه ثانيه او كده، انا حزنت جدا جدا، ومدربين كتير حزنت، لان النهارده اي مدرب في الدنيا لازم تديله صلاحيات بالكامل، ولازم تبقى وراه طول يعني وتصبر عليه. طبعا النهارده مورينيو في اصعب الاحوال رغم ان هو مدرب كبير، انما خلاص هو انت النهارده، وكمان بتختلف كمان في انديه ثانيه، انت النهارده لما بتيجي تبني فريق غير لما بيكون معاك فريق بطولات، لان هي القماشه في الاول وفي الاخر. ياما يا خالد النهارده في مدربين نجحوا في اهلي وزمالك وراحوا اماكن ثانيه ما بيحققوش اي نجاحات. ليه؟ لان هو معاه كل الدوافع اللي موجوده، مال وجماهير واداره ومسانده اعلاميه، كل حاجه. فانت النهارده شغلك يعني انت ما بتبقاش عندك تعب كبير. انما طبعا احنا عندنا الافه زي ما انت قلت في الكره المصريه، ودي ما فيش فيها مشكله، احنا متعودين على كده العادي، يعني ان النهارده لما بتحصل اي انكسارات، رغم لما تيجي تبص مثلا النهارده احنا عندنا غياب توفيق، ما انت كمان كمدرب مش هتنزل تحط الكره برجلك ولا بايدك، انت كمان ما انت بتعمل اللي عليك. انما لما تيجي تبص على فريق بتروجيت، واعتقد ان انت بتحلل اغلبيه ماتشاتنا، انت بتشوف ان احنا بنأدي افضل اداء موجود. هي مشكلتكم في بتروجيت هو غياب التوفيق. تمام، خليني يعني دي مشكلتنا، وانا مقتنع بكده ومتاكد من كده. فحسيت اني خلاص يعني النهارده ممكن غياب التوفيق ده مش ملازمني انا، مش ملازم اللعيبه، فخلاص انا حسيت ان لا، لازم يبقى في حد تاني ممكن. كابتن احمد يعني انا هقول لك بس يا خالد، اتفضل يا كابتن اتفضل. انا تركت الموضوع النهارده في الاول وفي الاخر، طبعا انا من جوايا حاسس ان خلاص الموضوع مش ماشي معايا مع بتروجيت، وتركت الموضوع لاداره بتروجيت. ولكن لما حسيت اني يعني اني 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 إن في ممكن قبول لده، فلا، قلت ان انا طبعا اعتذر بشكل محترم وافضل باحترامي مع الناس، وان الناس تبدا تشوف حد تاني يكون افضل. جايز ان الامور تتغير، انت عارف برضه لما بيحصل تغيير مدربين ممكن الدنيا بتظبط شويه. انما اللي انا عايز اقوله زي ما قلت لك انت، لو في فرقه كويسه جدا جدا في البروجيت، في فرقه محترمه جدا جدا في البروجيت، ان شاء الله تمشي كويس الفتره الجايه. تمام كابتن احمد حسن، ان انت توصل تكون اكتر لاعب في العالم كله، لعبت ماتشات دوليه مع منتخب بلدك، فده ما بيجيش من الساهل او بالساهل، بعرق وتعب واجتهاد، ان انت تفضل سنوات طويله تكون موجود في الملعب وفي المستطيل الاخضر. اخيرا يا كابتن احمد، انت مكمل في الكارير، انت حياتك اللي جايه هي حياه المدرب، حياه التدريب، هتريح شويه ولا فاتح المجال لاي نادي ان هو يتعاقد معاك في يناير؟ ما يعني ما يعني مش عايز، بص مش عايز اخد قرارات مرتاحه كده. انا الكوره طبعا هي اكيد مجالي وانا متواجد فيها ايا كان، سواء بقى من خلال التحليل، سواء من خلال التدريب، سواء من خلال صحيح يعني انت اوريدي بتحلل في قناه الحياه، يعني انت ممكن تتجه للتحليل فتره عقبال ما ترجع تاني؟ طبعا وارد، يعني ايه مشكله طبعا، انا يعني ما انا كده متواجد، ما فيش اي ازمات عندي خالص. لان زي ما قلت لك والله، يعني في وقت برضه بتحس، عارف انت ايه، انا حزني الوحيد حاجه واحده بس، ان انا يعني دي الحاجه الوحيده بس اللي محزناني، انما هو انا حاسس ان في ضغط اتشال من عليك، لان انت عارف التدريب ضغط صعب جدا جدا.
انا عايز اقول لك اني الحاجه الوحيده اللي محزناني بجد والله ان احنا فعلا تعبنا الجهاز كله بالكامل يعني كرم جابر وهيثم وكابتن امام وكل الناس تعبوا تعبوا فعلا فعلا احنا تعبنا اما عملنا فرقه كويسه قوي ودي الحاجه الوحيده ان احنا عملنا فرقه كويسه بس التوفيق بقى ما كانش ملزمنا فخلاص دي الحاجه الوحيده اللي بقى زي كده مفيش قد مشكله بل بالعكس يمكن الواحد رفع من عليه ضغوط الفتره الجايه الواحد محتاج ان هو يرتاح محتاج ان هو لان برضه انا عشت حياتي كلها خدت معاك 20 سنه الواحد مضغوط صحيح صحيح لعبه صعبه لعبه مش سهله صحيح فيبقى الواحد وبعد كده ما حدش عارف بقى المستقبل فيه يعني بكره النهارده ما تعرفش انا ممكن بعد اسبوع اكون في فرقه ثانيه صحيح ممكن بعد شهر اكون في فرقه ثانيه احنا عندنا الدوري المصري المدربين بتتغير ما بين يوم وليله يعني هل ليك طموح في يوم من الايام تدرب الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي الثلاثه اللي لعبت لهم؟ اكيد 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 طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا يعني ليا طموح وانا فعلا ان انا بقول بعد كده الواحد فعلا لما بيبقى معاه الدوافع اللي موجوده اعتقد بتسهل من الامور يعني اعتقد انك انت لما بيبقى معاك فرقه هي فيها مجموعه لعيبه خبرات مع 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 امكانيات لان زي ما بقول لك انا عندي النهارده جايب حوالي 12 13 لعيبه خالد في حوالي 10 لعيبه من الدرجه الثانيه انا ما جبتش لعيبه سوبر ستار في بتروجيت احنا ما جبناش لعيبه سوبر في بتروجيت احنا جايبين اغلبيه لعيبتنا كلها لعيبه من الدرجه الثانيه تمام هيبقوا نجوم وهيبقوا نجوم ليهم اسماء كبيره ولكن مش دلوقتي ممكن مع الوقت تمام. لما يبداوا يكتسبوا خبرات فالقماشه بتاع ده خالد ياما مدربين زي ما قلت لك قبل كده مسكوا فرقه كبيره ولما راحوا مسكوا فرقه اقل ما نجحوش ما عملوش حاجه كان في كلام يا كابتن احمد ان انت تمسك مدير كره في الاهلي هل فكره مدير الكره دي خلاص اتلغت من حياتك؟ لا ما يعني انا ما اعتقدش ان انا ممكن ان انا اخوض التجربه دي تاني انا شغلتي هتبقى فنيه وزي ما بقول لك والله بعيدا عن اي حاجه يمكن انا كمان لما في ناس عايزه ان انا همشي فتحت معايا مجال للكلام ولكن انا ما كانش ينفع ان يحصل اي شيء خالص طول ما انا متواجد في مع بتروجيت وطول ما انا متواجد معاهم. كابتن احمد بتمنى لك دايما التوفيق ستبقى لاعبا كبيرا واعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه من حيث عدد مفيش لعيب في افريقيا او مفيش لعيب على مستوى العالم خد 4 امم افريقيا غير هذا اللاعب واربعة امم افريقيا مؤثر يعني حد هيقول لي عصام الحضري هقول له عصام الحضري لعب 98 احتياطي لنادر السيد لكن انا اتكلم على لاعب 4 امم افريقيا منهم 2 احسن لاعب في البطولة 2006 و2010 صح كلامي؟